لا كيعود لزوج ديال المراحل. ايوا صافي عارفينهم الله يهديك، المرحله الرومانيه والمرحله الاسلاميه. شال على سلام حتى الفتره الاسلاميه. ويلي انت على ما فخبرتك بلي النهر ابي رقرق بنفسه كان كيحمل هاد التسميه. ايوا هادشي من هادي شحال. جماعه الرباط كتحتفل طيله 4 ايام يعني بواحد الانشطه مهمه، 4 أو 5 ايام الجامعة الأم وكذلك المقاطعات بواحد المجموعة ديال الأنشطة في جميع التراب ديال الجامعة الرباط. والمكان الرئيسي ديال الأنشطة كينحصر بين ساحة البريد ومسرح محمد الخامس. واليوم عندنا واحد الإبداع ديال مجموعة ديال الفنانين، واحد الملحمة خصيصا دارتها جامعة الرباط وخصيصا لهذه المناسبة وللرباط، يعني ما تعرضت في شي بلاصة وأول مرة غادي تعرض، يعني فرحا وسرورا وحبورا بهذه المناسبة العزيزة. هذه الملحمة سميتها يعني الرباط مدينة الثقافة والأنوار أو عاصمة الثقافة والأنوار. هذه الملحمة إن شاء الله اليوم غادي تكون واحد الفرجة للساكنة ديال مدينة الرباط واحتفالا بالذكرى العزيزه علينا كلنا وعلى المغاربه جميعا. عمل فني يمتزج فيه المسرح بالموسيقى، وهو وقفه عند تاريخ الرباط في شقيه الوطني ثم الثقافي والادبي والعلمي. من اجل ذلك جمعنا مجموعه من الممثلين والموسيقيين من اجيال مختلفه من مدن الرباط، سلا، القنيطره، والدار البيضاء، في محاولة أولا لجميع هذه الطاقات المختلفة واللي جلها مغمور رغم إمكانياتها الكبيرة إبداعيا، ثم للوقوف عند الرباط التي هي الآن تعمل جاهدة لتستحق أن تحمل اسم الرباط عاصمة الثقافة والأنوار. العمل يقف عند هذا المسمى لأن نبشي في تاريخ المدينة والوقوف عند أهم محطتها في هذه المجالات. للشرف أن أشارك في هذه الملحمة التي هي ملحمة مغربية صرفة، وهي تدخل في إطار الاحتفال بعيد العرش. هذه الملحمة تحكي عن تاريخ مدينة الرباط، يعني عن أسوارها، عن أبراجها، عن أبوابها، عن جميع كل ما يتعلق من في بنيان مدينة الرباط. وكذلك التطرق إلى مجموعة من العلماء ومن الدكاترة ومن الشعراء الرباطيين، بالضرورة الرباطيين الذين تكلموا كثيرا عن مدينة الرباط. هذا العمل هو من إعداد الأستاذ عبد المجيد فنيش الذي أشتغل معه زهاء فوق ما يزيد عن 30 سنة. أنا أقتنع بأعماله وبمنجزاته المسرحية بطبيعة الحال. العمل هو أعتبره توثيقي، يعني كوثيقة على مدينة الرباط، يعني مفروض أن يأتي الجمهور ليشاهد هذا العمل. تاريخ الأطفال الرباط يا مفتاح الخير.